معي من جدة المهندس محمد كتوع، الخبير التكنولوجي والتواصل الاجتماعي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد محمد. إذا فيسبوك حصل على براءة اختراع لهذا النظام، كيف نحن مستخدمين هذا الموقع سنتأثر بهذا النظام؟ أولا أحب أمسي عليك أختي ميسون وأشكرك على الاستضافة. أهلا وسهلا. بخصوص النظام حاصل على براءة اختراع لفيسبوك، النظام هذا عبارة عن كود خوارزمي دقائق ذكية، بحيث أنه يمكنه أن يعمل تتبع للمستخدمين بناء على صورهم وبناء على البوست اللي حطوها في الموقع لغرض إعلانات. يعني من خلال ما ننشره على موقع الفيسبوك؟ من خلال ما ننشره. إيه طيب، كيف يمكن تقنيا أن يحدث هذا الموضوع، أن تتمكن فيسبوك من القيام به؟ يعني النظام يمكنه من التنبؤ بعدد الأجهزة، إلى أي درجة هذا التنبؤ هو سيكون قريبا من الحقيقة؟ العدد الأجهزة التي نمتلكها، الأماكن، المستخدمين، الأحياء التي يسكنون فيها. على سبيل المثال، أنا سبق يعني قلت نظام ذكي، عدد الأجهزة يتنبأها من خلال تحميلك لعدد المرات لتطبيق فيسبوك، فممكن فيسبوك يكون محمل في أكثر من جهاز، ويكون محمل في يعني في أكثر من جهاز خاص فيك، فبذلك يقدر النظام الذكي ده معرفة عدد الأجهزة، عدد الأماكن اللي أنت أو المستخدم اللي يذهب إليها من خلال ما ينشره في صفحته الخاصة. إذا يعني في الكثيرين اليوم هن أصلاً بيذكروا المكان يلي موجودين فيه، في بالمقابل أيضاً يعني ما بعرف شو هالنظام، يعني كيف راح يساعد. في بالمقابل مستخدمين لفيسبوك، مثلا انا عندي فيسبوك بس على التليفون، يعني لحالات معينه بهالحاله ما حيتم التنبؤ بكم جهاز عند الشخص. وكمان لسلمك الكلام سيد محمد، ما الذي سيستفيده فيسبوك من هذا النظام؟ فيسبوك من خلال هذا النظام ممكن يتحصل على المعلومه من طريقتين. في طريقه مباشره للمعلومه زي ما تفضلت ذكرتي، انه عن طريق البوست او عن طريق الانفورميشن الخاصه بالبروفايل، فهذه بطريقه مباشره، او بطريقه غير مباشره عن طريق فور اكزامبل انا وضعت صوره انه انا في مكان ما، او وضعت نص ذكرت انه انا في مكان ما، فالنظام يتنبأ. النظام ذكي جدا. ماذا سيستفيد؟ سيستفيد من غرض اعلانات، ممكن يضيف على صفحتك الخاصه اعلان يتناسب مع المكان اللي انت فيه، او يتناسب مع الصوره اللي انت فيها. فالنظام ذكي، يستخدم خوارزم خاص بالذكاء الاصطناعي. انا اشكرك جزيلا من جد المهندس محمد كتوع، الخبير التكنولوجي والتواصل الاجتماعي. شكرا سيد محمد.